يوم أمس تم ارتكاب جريمة أخرى في تضاف إلى سجلات الاحتلال التركي والفصائل ما تسمى بجيش الوطني السوري التابع له، أقدموا على مقتل مسن كردي خليل أو عارف عبده خليل 80 عاما من أهالي قرية قزلبوش التابع لناحية بلبل، حيث وجد عسر على جسته مقتولا وعليه آثار تعذيب مرميا على أطراف بحيرة ميدانكي، علما وهو من أهالي قرية قزلبوش، حيث تم اختطافه يوم الثلاثاء من منزله وكان بحوزته 10,000 دولار، حيث استولوا على الدولارات الموجودة فيه، وحسب المصادر موثوقة من القرية، وأيضا كان وحسب مصدر أضاف أن تم سرقة المصباغات الذهبية كونه حسب المصدر أنه مقتدر ماديا، وضعه جيد جدا كان، وأنه مقعد ومشلول على كرسي متحرك، وأن أحد الروايات تقول بأنه قام بانتحار أقدم على انتحار أنه أقدم على انتحار ورمى بنفسه في بحيرة ميدانكي، لكن المصادر داخل القرية أكدوا بأنه مقعد ومشلول على، وبالتالي كان مقعد على كرسي متحرك لا يستطيع المشي، وأن قريته تبعد عن بحيرة ميدانكي حوالي من بين 10 إلى 15 كيلومتر، وبالتالي كيف يجرى على انتحار وهو بهذا الوضع، وأن هذه الجريمة ليست الأولى ولا الأخيرة مثل جريمة فاطمة إبراهيم كني ومثل ملك نبي خليل وغيرها، وعشرات من الجرائم التي ترتكب ثم تسجل بأسماء المجهولين أو اتهام العائلة بمقتلهم أو بأنهم ماتوا نتيجة جلطة وما إلى ذلك، وأننا كمنظمة حقوق الإنسان عفرين نناشد المنظمات الدولية رأسها منظمة الأمم المتحدة ولجان تقصي الحقائق وأن تقوم دولة الإنساني والأخلاقي حيال هذه الجرائم التي باتت شبه يوميا ترتكب بحق أهالي عفرين القاصرين والمسنين والأطفال، وبالتالي أصبحت أسلوب ووسيلة ممنهجة ومتعمدة من قبل قيادات الفصائل ما تسمى الجيش الوطني السوري، والتي تتم بإشراف مباشرة من قبل الاستخبارات التركية، وهي تهدف بذلك لزرع الإرهاب والخوف بين الأبناء المنطقة عفرين الأصليين المتبقين ومتشبثين بأرضهم وديارهم، ليجبروهم على التهجير القسري بعد أن قاموا بتهجير أكثر من 300,000 مدني من عفرين من مختلف مكوناتها الإيزيدية والكردية والعربية، وأيضا يستهدفون من وراء ذلك لإجبارهم تهجير قسري وأيضا لإحلال المجاميع المسلحة والإرهابية محل المواطنين الأصليين، وبالتالي لاستكمال مخططهم لتغيير ديموغرافية منطقة عفرين الكردية، وأيضا هي مدينة سورية، وبالتالي يتم بأمام مرأة ومسمع العالم أجمع دون أي حسيب أو رقيب، وبتغاضي من الدول الفاعلة التي تلعب في مصير الدولة الشعب السوري لقاء المصالح المتبادلة بين تركيا وبين هذه الدول.